أسرى كتيبة الإعدام. قال بيدرو ينفخ صدره كذيك يقابل سربا من الدجاج. نحتفظ بأسير واحد، البقية تصرفها العربات رأسا إلى كتيبة الإعدام. خيم الصمت بين الأسرى، تحاشوا النظر إلى عيون بعضهم بعضا. كانوا متوترين ومرتبكين، لكنهم لم يكونوا خائفين. علمتهم الحروب المتواترة أن الخوف بين يدي العدو خيانة. مقعد فارغ منذ أكثر من شهر. دفع الكرسي إلى الوراء وأمال رأسه إلى الخلف. نظر إلى السقف الهرمي للبرج حيث يتدلى الفانوس المطلع الكبير وترتفع الدعامات الخشبية الضخمة بلونها البني الداكن. من النوافذ المزروعة أعلى الجدران الحجرية تسلك حزم الضوء سبلها إلى القاعة وتتشابك. ينكسر بعضها على أجساد الأسرى وتسقط البقية على الأرض. بينها تظهر أجساد الرجال كأشجار من فحم وقد نال منها الحريق. كرر يوغل في جراحهم. أسير واحد فقط، بقية الرجال تقصد الصورة لتحط الرحالة مرة واحدة وإلى الأبد. تابع ببرود، لست متأسفا ولا يمكنني أن أكون كذلك. فموت المخربين جزاء عادل، سيكون العالم أفضل وأنتم تحت التراب. رفع صوته قليلا. هذه إمبراطورية البرتغالية حمقى، أما نحن فحماتها وبناة نصب النبالة من لشبونة إلى ما وراء الهند. من يتحدث عنها بسوء وإن سهوا نقطع لسانه. غمرت أصوات الطيور القاعة العريضة. حول البرج تعمر آلاف الطيور في أشجار الحدائق القريبة والساحات المتخمة. لا أحد من الأسرى ينتبه إلى سحر الفضاء. يصم وقع الموت آذانهم ويغشى قلوبهم، فلا يبصرون غير الهلاك. سحب بيدرو نفسا عميقا من غيلوله فأزهرت عيناه. نفس الدخان نحو الأسرى. تابع بهدوء، سيضعونكم على الأسوار في صف واحد وطويل، لن يعصبوا أعينكم. وباسم الملك جاو الثالث يقرأ القائد نص الحكم. تطلق رصاصة في الهواء و صمت لحظات يستبد إحساسهم بالعز وبوجه خال من التعابير السرسل. تخترق صليات الرصاص أجسادكم، تسقطون من أعلى السور العالي إلى الصخور فيطليها الدم باللون الأحمر. مد بيرو رجلا على المكتب، سحب نفسا آخر من الغليون. أخذ وقته الكافي، تأمل الوجوه واحدا بعد آخر. رجال أشداء، أدلهم الأسر وهدتهم قسوة الهزيمة. تابع. تتداعى الأجساد من على الصور، تميل إلى الهاوية ثم تسقط بمهابة أمام أعين آلاف الناس. فتح ذراعيه. بربكم، أليس الأمر عظيما؟ ابتسم في وجوههم ثم أخفض ذراعيه واسترسل. لا تحزنوا، ليس موتكم مجانيا. دماؤكم السخية تمنح الأسوار العظمة التي يحتاجها الحصن ليبقى شامخا ومهابا وصامدا أمام أعداء يتربصون من كل الجهات. دمكم يا سادة عزتنا وبقاؤنا على طريق التوابل والعبيد. انحنى بمقدار ثم رفع رأسه. تابع، إلا أسير واحد، لنقل إنني أستبقيه لداعي التسلية. ما أبقاه لسانه حيا. سحب رجله من على المكتب وقد استعاد وجهه سابق جديته.
ظهر أنفه أكثر طولاً وعيناه أكثر بروزاً وأشد بريقاً. وضع الغليون مقلوباً في طست من النحاس الكابي، ثم أشار إلى الحرس آمراً: خذوهم إلى الساحة وجهزوا العربات قبل الظهيرة، يمتلون أمام كتيبة الأعدام. ضج الأسرى وتحركت مع اللغط بنادق الحرس بأخف من البرق كي تخمد أي تمرد محتمل. لم يحدث شيء. استدار السجناء وساروا إلى الباب. مستحيل، قال السجين فاس في نفسه. لم يصدق أن نهايته قد أزفت بالفعل. أما أنت فتبقى إلى حين، قال الضابط. توقف الناجي، يعرف أنه المعني بالبقاء. أصاب حدسه من جديد، استدار فألف الأصبع مصوبا، تنفس بارتياح، يريد أن يعود إلى بيته وأولاده. حرام أن يموت الآن، لديه حياة كاملة تنتظر في فاس. كلا، لست أنت، التفت. كان سجين آخر قد توقف إلى جانبه. خفق قلبه بشدة، أدرك أن الضابط يتعمد اللبس كي يثير أعصابه. هذا الحقير يتلهى بنا، فكر، لا يملك خيارا آخر، سيبقى واقفا متماسكا إلى نهاية اللعبة. صار الأسرى الآخرون كخراف تساق إلى باب زريبة، مروا تحت حزم النور التي لونت وجوههم التعيسة والكاحلة، ثم انحدروا عبر الأدراج الصخرية الملتفة إلى مصيرهم البائس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.